من ثرى الطف خلقنا وتنفسنا الهباء، عجن الطين بماء الفضل من جود السقاء. نحن إعلام وصوت ومداد للدماء، يخرس الكون ندانا لو هتفنا كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من مقاطع زيارة وارث القطعة التي خصصت لزيارة شهداء الحسين أو أنصار الحسين، وهي: السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. والحديث حول هذه القطعة في نقاط. النقطة الأولى: تستعمل مفردة ولي الله في الأدعية والزيارات وفي عموم أو مطلق أدبيات الأئمة صلوات الله عليهم، تستعمل في خصوص المعصومين عليهم السلام، بل يستعمل هذا اللفظ ولي الله، يستعمل مطلقا ومن غير قيد لينصرف إلى المعصوم عليه السلام. ففي الزيارة الجامعة نقرأ: يا ولي الله، إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. خاطب المعصوم عليه السلام. وأيضا نجد ذلك في بعض الأدعية كهذا الدعاء الذي يقرأ لحفظ العيال ورغبة في بقائهم، وهو: اللهم إن رسولك الصادق المصدق صلواتك عليه وآله قال إنك قلت: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا محل الشاهد: وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، ولا تسؤني في نفسي ولا في أحد مثلا من أحبتي، أو ولا في فلان وفلان. فيعبر بالولي ويراد به ماذا؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فيستعمل مطلقا ويراد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بينما نرى في هذه الزيارة أن المعصوم وهو الصادق عليه السلام يستعمله في حق
أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، عنوان حبيب الله، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. هذا العنوان هو الآخر، إنما تقوله بملء الفم كما يعبر في حق مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في زيارة آل ياسين: لا حبيب إلا هو وأهله. وكذلك أيضا مفردة أو عنوان أوداء الله على نسق أحباء الله، ومع ذلك نجده ماذا؟ في حق أنصار الحسين صلوات الله عليهم. نقطة ثالثة، الاصطفاء. هذا العنوان عنوان الاصطفاء، وأن بعض البشر قد اصطفاهم الله فعادوا صفوة ومصطفين، وكما هو الحال بالنسبة إلى نبي الله آدم، التعبير عنه السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، وكما في الآية الكريمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الاصطفاء. هذا التعبير بعينه نجده في ماذا؟ في أنصار الحسين عليه السلام. فإذا كونهم أنصارا للحسين ليس أمرا اتفاقيا ولمحض الصدفة، وإنما هم صفوة قد تم اختيارهم من قبل الله تبارك وتعالى. ما تدخل البشر في ماذا؟ في اختيارهم. هم مصطفون من قبل الله ليكونوا أنصارا للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، عبر عنهم أيضا السلام عليكم يا أنصار دين الله، وهذا التعبير له من المرامي ما له. فمن مراميه أنه لو لم يكن هناك خطر يتهدد دين الله، وكان الرهان على أنصار الحسين عليهم السلام في دفع ذلك الخطر، لما صح مثل هذا التعبير. هذا التعبير يشبه إلى حد ما ما قاله النبي صلى الله عليه وآله في حق الأمير صلوات الله عليه لما برز لمنازلة عمرو ابن عبد ود العامري، برز الإسلام كله إلى الشرك كله، هناك خطر يتهدد الإسلام. فإذا ما دهم الإسلام انتهى كل شيء، وعلى تقدير أن يناصر الإسلام أو ينتصر الإسلام يذهب الشرك، تقوم للإسلام قائمة. أنصار الحسين عليه السلام يعبر عنهم الصادق بأنهم أنصار دين الله، يعني قام دين الله بهم. هذا يذكرني بحادثة بناء المسجد الجامع في قم، الذي هو لسيق بمشهد السيدة المعصومة عليها السلام. بناه أو بني بأمر السيد البروجردي على الله مقامه. لما انتهي من البناء أمر السيد رضوان الله عليه أن توضع أسماء أنصار الحسين في المسجد، فقيل له: سيدنا، أن هذا المكان ليس حسينية. قال: بهؤلاء قام الدين، لولا هؤلاء لا مسجد يقوم ولا غير المسجد. الدين قام بهؤلاء، فلذلك ماذا؟ لا بد من رفع أسمائهم، ولا بد من الإشادة بهم. فحتى في الحسين في المسجد وضع أسماء أنصار الحسين عليه السلام. نعم، هم أنصار دين الله،
واللفظ من الصادق عليه السلام: السلام عليكم يا أنصار دين الله. نقطة أخرى، الفقرات اللاحقة تعبر عنهم: السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. هذه الفقرة جاءت بعد فقرة السلام عليكم يا أنصار دين الله، وهذا يعطي أي شيء؟ أن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله نصرة دين الله، وكذلك نصرة الأمير، نصرة الزهراء، نصرة الحسن، نصرة الحسين عليهم السلام هي نصرة لدين الله سبحانه. كيف لا وهم صلوات الله عليهم حماة الدين والقوام عليه، ومن لا بقاء لدين الله بدونهم، إذ من دون القيم على الدين والدافع عنه لا يمكن للدين أن يبقى. لذا نسمع رجز البصيرة من العباس عليه السلام لما قطعت يمينه: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هو يدفع عن دين الله، ولكن بدفاعه عن الحسين يقول: إني أحامي أبدا عن ديني. هو يدافع عن الحسين ويقول: أنا أحامي عن الدين، لما؟ ثم يعطف على ذلك بقوله: وعن إمام صادق اليقين، لأن الحسين هو الدين والدين هو الحسين، ولا بقاء للدين من دون الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نقطة أخيرة، النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وحدة واحدة، نصرة واحد منهم نصرة لسائرهم. هؤلاء أنصار للحسين، سماهم الصادق أنصار رسول الله، أنصار أمير المؤمنين، أنصار فاطمة، أنصار الحسن، أنصار أبي عبد الله. لما هذا التعبير؟ ماذاك إلا لأنهم يناصرون مشروعا واحدا وهو دين الله سبحانه. وإذا كان سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قد استرخص دمه من أجل دين الله، ففي هذه الحالة لا نستغرب أن يسترخص أنصار الحسين عليهم السلام دماءهم لدين الله سبحانه. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم، اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم وعدو شيعتهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين. وصل اللهم على محمد وآله الأطيبين الأطهرين.